عواجه إلا زواجه، هذا المسلسل شاف كل حاجة، جرحي وجرحك أو كيف بتعقل من غير ما تضحك. من جفني دامع ما دقش نومة، على الشرايع رقدة وقامة، يا رام خداع ينشر سمومة، دادي المواجع حومة ودومة. عن إذنكم يا أولادي بروح الحمام. صحيح صحيح. الحمام. روح. أحضر عسكري، أحضر عسكري، أحضر عسكري، عسكري. أنا لاف. حياكم الله، حياكم الله. حياكم الله. معكم جابر والأمور سابر. جابر بن الحق سعيد، ابن الحق سعيد، حياكم الله. قدنا مكتوب بكل الصحف والمجلات، طبعا انا اشتغل مكتب المحافظ. حياكم الله. هذا اللي تكلمنا على الوالد، اكلمكم عن الوالد. ايوه مو قال لكم قال لي احنا بنخرج، احنا بنسجل جابر اخرجكم انا. طبعا لاننا ما زك مكتب المحافظ. ايوه وين الوالد؟ الوالد خرج. خرج. طبعا انا اللي خرجت الوالد من السجن، دفع لي 1,100,000. مليون مية عشان يخرج؟ لا 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 لا، 1,100,000 علشان يدخل السجن. انت مع جابر والامور سابر. طبعا حياكم الله. انا بصفتي مكتب ماسك مكتب المحافظ، ارسلنا المحافظ اتفقد احوال السجناء، كيفهم مرتاحين ولا ما همش مرتاحين؟ مرتاح انت؟ مرتاح بس ناقصين الخرجه. تشي تخرج؟ نسي نخرج، نخرجك ان شاء الله. انت بس جمع فلوس، كم دفعت الوالد؟ 20,000. 20,000 ما تكفيش، وانت كم دفعت؟ 25. 25 قليل. هذه بس دفعتو كم؟ 15. 15 قليل، هذه مصروف الوالد، باقي بس مسموح. خرجكم على طول، جمعوا لنا، جمعوا لنا كثير. الوالد جابر. حياكم الله والد. تفضل. لا لا حياك الله. واخيرا وصلت. تفضل تفضل تفضل. اهلا 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 اهلا. على جيت ازورك من امر. كرفتة معنا. كرفتة. اهل كرفتة. اهلا. الوالد يحبنا كثير طبعا. اهلا. من الوالد يحبنا اكثر واحد بالاسره، دائما يمدح فيه، يحبنا كثير طبعا. حياك الله والد. طبعا قدم اسك مكتب المحافظ. مكانك تخرط. قد خلت لهم لحتي تبتدي تخبر جلال. مكانك تخرط يا قادر. مكانك تخرط. مشت عليك، مشت مكانك تخرج. طبعا الحق سعيد دخل هنا، كان عريس ونقيته له واحدة من هنا. فلم عيننا مكتب المحافظ، بخرجك يا بقى على الطول. على الطول على الطول. انت بس تأمر، انت مع جابر والأمور سابر. مكانك مكان سابر، ما سابرك ولا واحدة حتى ما لي من عقد. قم فحس. قم فحس. قم فحس. أقول لك فحس. أيوة مشت عقلوش. الفدم حازم مطير الرازي.
مالك يا بندم حازم مطنن اليوم وشارد والله شارد جالس افكر بجابر بن الحك سعيد منين يجيب الفلوس هذه اللي يصرفها كلها. بندم ايوه بدنا نشتي قابلنا ضروري 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 خلوه يدخل. حاضر يا بندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا بندم حازم؟ الحمد لله مدحت وبسام خير ان شاء الله. والله يا فندم معنا موضوع ضروري نشتي نكلمك فيه. موضوع خير ان شاء الله. ايش الموضوع يا اخو بسام؟ يا فندم بس الاخ بسام اعترف لي بقضيه المخدرات واقنعتني اجي اكلمك بقضيه المخدرات والشنطه وعلى اصحابه كلهم. ايوه يا فندم انا معترف بغلطتي ولكن هذا ان شاء الله اخر مره اسويها. تعجبنا يا اخو بسام والاعتراف بالدار فضيله بس اشتي منك تقول لي من هم بقيه اصحابك ومن هو الذي يقودهم. أكيد يا فندم إذا قلت لك بهم أكيد بيقتلونا. ما تخافش أنت في حماية الدولة. واللي يجيب لنا المخدرات ونبيع على الشباب هو شورم. أيوة شورم. سجل عندك يا ملازم. على طول يا فندم. بس أشتيك تقول لي من هم أتباع شورم. أتباع شورم هم يا فندم الثلاثة اللي بالحبس عندك اللي كذبوا عليك اللي قال لك واحد سرق كمبروشان واللي واحد سرق على عمرة الذهب وراعي المتر اللي قال لك انه صدم الطفل الصغير. ايوه الثلاثه المحبوسين عندنا بالسجن. انا قد انا شاكك بهم منذ البدايه لكن انا بعرف اخرج منهم الحقيقه بطريقتي الخاصه. انت يا جابر الطاعه. انا طاعه. حاضر اسري طاعه. لا حقا احنا في حس. حياك الله. طبعا مكانك دخلتك ولا قوم ابحث قوم ابحث قوم قناة قيامتك. دحين يا بنت ما انت عارف ان انا ماسك مكتب المحافظ. مكانك احنا والخرط يا جابر يكفي فرق ثاني احنا خرط. طاعة الوالد واجبها. صح فحس. اسال فندم حازم. فحس. قل ان انا ماسك مكتب المحافظ. فحس لما اقوم اخلقك من كرفت هذه. لا 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 لا, لا. كيف طلعت توبه؟ ها؟ كيف طلعت؟ نصاب كبير. حياك الله. لا يا جماعه يمزح. ايوه. تخرجوا؟ ايوه. ايش تخرجوا؟ ها؟ يا فندم عن موضوع انا ضروري ايش تكلمك فيه؟ تفضل اطرح موضوعك يا متحف. موضوع التعهد عن قضية المخدرات يا فندم وانا بريء منه اللي ضمن علي قابل. ايوه على طول. بس انا شيء يا متحف اسالك سؤال عن جابر بحكم انك صاحبه وصديقه. كلمني عن طبيعته. يكذب ما يكذب يسرق ما يسرق كيف حالته المادية؟ أنا بكلمك عن جابر طبيعته كله بس بشرط يا فندم إن أنت تتساهل معي تدور على الشنطة اللي فيها فلوسي اللي ضيعتها فوق الباص. شنطة فيها فلوس ضيعتها؟ يعني المسألة وصولا عندنا بطريقة خطأ والسبب أن اللي جاي تقول هذه شنطتي وتشي في شنطة وتمشي. يا فندم اصلا الشنطه اللي فيها المخدرات هذه كانت نفس الشنطه حق اللي فيها الفلوس. طيب وكلمني عن جابر. انا بكلمك عن جابر. طبعا جابر هذا طبيعته دائما كذاب وحق مقالب. طبيعته الماديه تحت الصفر. ايوه قلت لي جابر حالته الماديه تحت الصفر. طيب يا متحد ما تتوقعش بان الشنطه حقك مع جابر؟ مش بعيد يا فندم. قد ربما يكون عمل لي مقلب لأننا دخلت أنا وهو المدينة بسيارة واحدة. أيوة ما دام الأمر كذا اعتبر يا متحد بأن فلوسك شبه موجودة. حتى الفلوس اللي جابها لنا جابر اعتبرها بتبقى لك إن شاء الله بعد التحقيق. ليش جابر وين يا فندم؟ جابر عندنا بالسجن. معقول جابر بالسجن؟ عسكري. أيوة يا فندم. وين جابر؟ عفوا يا فندم. انا استاذن. ايش تسرع؟ ايش تسرع؟ عادك عادل احنا ما شفناك عادل احنا يركح انت مسلمناش عليك. ما انا مسلمناش عليك عادل احنا عادل احنا عادل احنا مسلمناش عليك يا جابر. عادل احنا ما شفناك. وين انت تروح؟ لا العسكري جايش. اي عسكري حياك الله. اي العسكري دو مكانك تخرب. مش انا مش تعقلش. مش مصدق مش تعقلش. مش كنا الحق سعيد متعصب. يا حق سعيد طلع العسكري من اول صيح له ما اشتغلش. يا حق سعيد انا ماسك مكتب المحافظ بعدين تلقى تخرج. ايوه المحافظ ما هو هذا؟
كيف 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 قا انت قول له احنا كيف شيجي وخرجني احنا ضمك احنا شيجي لا لا ما تخرجش خرجكم فحس انت قاعد تقول اقول لك شو خرجني احنا شو خرجكم ولا يهمكم ولا دخل يتفقد احوالكم واحوال السجون صدق صدق المحافظ كلفه تكلي عمار شقي اذا ساعدنا عمار تعال ساعدنا عمار عين انت نقول كراسي هاي الحق سعيد انا اقول للفصل الثاني خالتي غصون قال ما بشونا كراسي خالتك غصون راح تشتكي بابوك اخوي مستوصف النعمان النموذجي أول مستوصف خاص في المنطقة تحت إشراف الدكتور الأخصائي الجراح نعمان عون كافة العمليات الجراحية تخفيض 50% من العمليات الجراحية تقديم خدمات طبية بالاشتراك مع منظمة السلام والأمن الاجتماعي العنوان تعز النشمة الخط الدائري للتواصل أو الاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية 777-434-406 أو 043-061-01 منتزه السلام مسامح حمام بخار شاليهات غرف نوم غرف مقيل مجالس مقيل مهرجانات متنوعة ألعاب أطفال منتزه السلام أوقاتك يا سلام المنير للصرافة وكيل عدة شركات ارسل واستلم حوالتك في لحظات العنوان تعز مديرية المواسط العين للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة مطاعم وفنادق سمائب للمأكولات الشهية والخدمات الفندقية استعداد تام للحفلة والمناسبات قسم المشاوي المخبز والمحروقات اللحوم والدجاج الشاورما والبيتزا المشكلات والأرز قسم المشروبات الباردة قسم الترة والحلويات المقبلات العصائر والآيس كريم مع سمائب أرقى الجلسات ألذ الأطباق وبأرخص الأسعار محافظة إب تقاطع خط 30 اتجاه قحزان براشد توفى من الرسول سراقي حق أبوك قل والله ها أنا سرح أنا من المسرحتي بلغ بأبين أخوي مات وأخوك ألقيته بالشارع قفحاك سألك بالله ها والطاقم العساكر واقفين الآن لك طاقم العساكر ليه ها امسك 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 قناة شفحت لي بعده أيوة يا جابر يا مدير مكتب المحافظ ما اشتعقلوش حتى انتم يا شباب انا اشتيكم واشتي اطرح لكم نصيحة انا اشوفكم على الحلاقة هذه الواحد قد يحلقها قد الواحد وجهه شوارع غوره من الوسط اشتي منكم تكون تشتحطوا تحلقوا سوات تجزئوا سوات ايه مالك يا عسكري هرب عسكري مالك يا هرب يا خندم جبنا اهلا وسهلا اهلا حياك الله يا جابر اهلا وسهلا السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام ورحمه الله المحافظه جاء علشان يخارجنا لا اللي جاء صاحب الشرطه صاحب شنطه المخدرات ايش اللي رجعك يا مدحت انا قد خالفته بالمتر الف ضمانه مو صاحب شنطه المخدرات صاحب الشنطه اللي فيه الفلوس اللي اخذتها من القبص يا جابر طلع حقه اي شنطه يا فندم أنا ما لقيت الشنطة ولا أعرف أي شنطة اعترف يا جابر الشنطة معك يا جابر يا فندم إيش عرفك؟ إيش عرفنا؟ مش الآن أنت قد طلع حقه يعني معناته الشنطة قد فلوس معك يا جابر إحنا أصحاب وبعدها فندم أنا قد تولف منا قليل أيوة أنت قد تولف منها قليل وصرفت منها وقالت تصرف هذه الأيام والبيس بيدك موجودة البياس والشطة معك يا جابر الله المستعان يا جابر يعني بعد الصداقة والعيش والملح اللي أكله يعني تلف تدور من وراء ظهري تشيل الفلوس حقي تتهمنا بقضية مخدرات وضمانة وما ضمانة الله المستعان أنا خبيتوها علشان ما تصرفيش بس شارف حنديلك الآن أنا إذنك يا فندم شارف شرقة تعال لين اسمع يا جابر عد باقي تحقيقات ونيابة ومحكمة عد الأمور مطولة يا جابر فندم حازم طيرتني بالرازق عندي بلاغ مهم جدا بلاغ ايش البلاغ من شان شورم والحق سعيد من اجل شورم والحق سعيد ايوه ايش معنى شورم والحق سعيد يا فندم شورم قتل استاذ راشد شورم
قتل الاستاذ ياسين؟ ايوه. انت متاكد من الكلام هذا؟ ايوه متاكد. اشتيوا بس القضيه لحق سعيد. اشتي تسرد لي الاحداث بالتفصيل المهم من البدايه للنهايه. لازم صادق. ايوه يا فندم. اشتيك الان تخرج بحمله تقبض على شورى تجيبونه هنا حالا. ارسل يا فندم على طول. طبعا يا اصدقائي يا زملائي اعرفكم على الاخ. الاخ مش علان. مش علان. هذا ما هو. هذا مو ليش مفعلها؟ لأنه من فعل يفعل مفعلا فهو مفعول به. وليش ما مفعول به؟ لأنه من الأسماء الخمسة. من الأسماء الخمسة المحتل الآخر. طبعاً أنا والأخ مشعلان مسكنا إحنا الفندم حازم. حياك الله الفندم حازم. مسكناه إحنا. إحنا معنا قليل شوية جات. حياك الله. كورونا. شكراً لله وشكراً لك يا بكاش أثبت براءتي. الحمد لله الفندم حازم قد حزم الأمور وأرسل حملة تقبض على شورام. الحمد لله ربنا معك. انا كنت راكن على قابر وقابر ولا عاد ظهر ولا ما منه المشايب. بس تعرف يا اخ بقاش انا قلبي لازال حزين على الاستاذ راشد. الله يرحمه. انت حازم لما دخلك تمشك عليك شنطتين. امسكش عليا ولا ما رضيتش اعترف له ولا امانه ولا ها كيف لما دخلك دخلنا ونام بعدك ايش حقك معي؟ اه قلت له الذهب حق المراه وهذا قرشلوا النصي. كيف الذهب؟ قلت له سرقت الذهب حق المراه وهذا اه قال لي شلوا النصي يا عسكري. يعني طلعت خراط صح؟ كل هذا يطلع من شورام. كان على انه يساعد الناس وكان مربي لحياه والاخير لا حول ولا قوه الا بالله. لكل ظالم نهاية مهما كانت صورته يا عم سعيد. لازم يوقع. تعرف انه كان يشتي انا يلف ويدور علي علشان ياخذ البيت حقي. ايوه كان يشتي ياخذ البيت. تعرف انا حتى اشك انه برضو كل قتل زوجتي حمامة. ما يستبعد قدبة يقتل كان كده ولا كده. شورام عامل نفسه كان طيب يساعد الناس ويحل المشاكل وبالنهاية طلع لنا مجرم. خلاك كم واحد؟ قالوا كم واحد طلع درجة ما درجة. إن شاء الله. قليل ما لو شو قليل. أنت شكلك خطير. ما قليل ملي. بعدين دلك ما يخرج. أما أخرج؟ أكمل معك 18 كم؟ كم؟ مسك عليك. تمتم حازم كم؟ مسك شنطة بس. نكرنا إن إحنا معناه المخدرات. أما مو كله؟ قلنا له إيش قصدك بالمخدرات؟ أنا مش معناه إحنا مخدرات ولا بوضة. قد طول الناس بنتوا واحد الجاهل. وفحط. انفحطوا. خلاص يعني لما تخرجون بعد المسواد انا تبعون تبع معكم مليان.
والله ها كل واحد معه زباين وما كان ما كان كل واحد معه زباين لحاله انا اكبر زبون ان شاء الله عندكم تمام عندكم ها شطاك من عندي ان شاء الله مش علي عندي انا تمام. انا اكبر مولعي ها اكيد يلا تمام خلاص انا ان شاء الله زبونكم كلكم تمام من زبنا يزبونوا فهو زبونوا يا عم سعيد خلاص روح ولم الشمل وارجع الى اولادك وزوجتك وان شاء الله الدنيا بخير ان شاء الله ان شاء الله انا رايح البيت وارجع من جديد اجمع اسرتي والحمد لله بس وين جابر جابر قد كذب على الفندم انه ماسك مكتب المحافظ قد حوله للنيابه بس لا تخاف شنو شخارجه ان شاء الله ان شاء الله قد خارجتنا وزيد سوي خير وخارجت لنا جابر مستشفى الإخلاص التعاوني الطبي كادر طبي متميز عمليات وجراحة الكلى والمسالك البولية نساء وولادة عيون قلب عظام حنجرة أنف أذن كشافة جهاز الإيكو مختبر متكامل منظار الجهاز البولي قسم خاص بالأسنان خدمات طبية وإسعافات على مدار الساعة للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة من أجل تعليم أفضل من كادر متخصص مدارس رواد السلام الأهلية هي المستقبل العلمي الآمن مدارس رواد السلام الأهلية الرؤية الثاقبة لتعليم متميز كادر تعليمي متميز من ذوي الخبرة والكفاءة تواكب المدرسة تطورات التعليم ويستخدم في المدرسة السبورة الذكية لتقديم رؤية علمية ثاقبة العنوان تعز شارع 60 جوار حوش الشيخ جلال مستشفى الريان النموذجي خدمة طبية متميزة وراقية في مختلف الأقسام قسم العمليات الكبرى والصغرى قسم العناية المركزة قسم الجراحة العامة جراحة العظام والكسور جراحة المسالك البولية قسم الباطنية قسم النساء والولادة قسم الأطفال قسم الطوارئ قسم المختبرات والتحاليل الطبية قسم الأجهزة التشخيصية قسم الأشعة السينية مستشفى الريان النموذجي الرعاية الأمثل بعون الله بس مش انت مجنون وان صدقت يا عم سعيد انا عملت نفسي مجنون علشان اكشف الخطط حق شورى ولا تخافش بالنسبة للفلوس حق العلاج الفلوس حقك محفوظ بالحفظ الصوت أها الله يحفظك يا فجاش عملت بالمثال اللي يقول بجنانة خارجك عقل حنبك ان شاء الله ان شاء الله انتم كلكم يعني لما نخرج من نخرج ان شاء الله تعلموني على الكبير الكبير كل اشتري من الاشي كمية كمية كبير علي بعرفك على النصر الكبير عقارة شورم علي شورم يخلي القلب يورم ادخل يا شباب ادخل حياك الله حياك الله يا محمد حياك الله وبقاك بس مالك اشوفك اليوم هذه يا ترى مضطرب قلق ايش فيك الشاغل بالك والله ما اقول لك جالس قلق على جابر جابر قال لي سافر وقال انه ماسك مكتب المحافظ جابر ماسك مكتب المحافظ ما عقلك حاجه ثانيه غيري قال في سافر جبت له فاشينة هذي مدري مين كان يقول جبت له فيزا أو فيزا فيزا وجانا هكذا مرة واحدة والله ما جبت له الفيزا إلا الشنطة حقي مدير مكتب المحافظ يا أخي هذا ما نجري إيش قصته قادر حد الكذب قصي بسبب الكذب حقه اليوم اللي دخل السجن أصلا هم كانوا هنا أنا عارف قصة حياته كله أوهو فرعون كذب وصدق نفسه غير أكبر له وقابر كذاب صدق نفسه دخل السجن ايه والله يا صديقي ما حد يخلي تموت مثلي قابر اتقلب اتقلب واخرت دخل السجن اصلا مكانه هناك مكانه هناك الله الله لا سامحك يا قابر لا غفر لك ادخل يا سلام ادخل 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 يا سلام خل 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 السلام عليكم شورم ايش جابك هنا شورم
عقيتوا بعدكم انا ما اعترفتوا من الفندم حازم؟ ما اعترفناش ما اعترفناش ولا 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 حاجه الفندم حازم. وانا مالي معاكم؟ مشعلل مشعلل من شعلل يشعلوه فهو مشعول. يضحكوا. مشعلل فوري من فين تعرف هذا؟ خلينا اكتشفتهم بشيء وكلمته بشيء. لا تقلقش يا شورم. الاخ مشعلل من اكبر الزبائن حقنا. مشعلل. انا مشعلل اكبر زبون عند البوري، ولما اخرج ان شاء الله بشترينا منك لان رشتي كميه كبيره. بس قل لي يا شورم انت كيف لما دخلتنا؟ دخلتوا مرقوني من رجال يرقوني فهم مرقوني. بس يا شورم انت ايش اللي جابك لينا؟ مخدرات ولا قاتل؟ قاتل. انا هذا من اللي معاكم؟ هذا لا لا قلت لك يا شورم صاحبي الاخ مشعلل. ما زال محشيك الان؟ ايوه انت مدري من اللي معاكم؟ مشعلل. لا مش مشعلل، معاكم الفندق حازم مطير الرازم. هذا المشكلة. ايوه الفندق حازم مطير الرازم. مش تعقلوش. ايوه الحمد لله اعترافاتكم موجوده ومسجله بالملي، مسجله هنا كل اعترافاتكم. وانا اقول لكم من تعرفونه. ايوه ايوه يا شورم، ما انت تخلي القلب يورم ولا يهمك. ما انت مخدرات وقد قتلك الاستاذ راشد. تمام لا لا انتم انتم الكل بتحصلوا جزاءكم ان شاء الله. الان بنحولكم للمحكمه، من المحكمه بتاخذوا جزاءكم العادل ان شاء الله. جابر الله يحفظك يا جابر، قهون قوك انت مش تخربش نفسك. الله يحفظك الله يحفظك. شوف يا جابر الخرط حقك لا نوصل احنا، خليك الوالد واصل يضرب احنا. شوف يا جابر ما عاد اطلقنا صراحك من النيابه الا بضمانه تجاريه. بطال الخرط حقك، يكفي مشاكل يكفي عذاب لنا احنا يا جابر. ويابا يا حق سعيد انا ما كذبت الا علشان اخرجك من السجن. وعملت نفسي ماسك مكتب المحافظ كله علشان حق سعيد. ابدا تخبزه من البدايه، تخرط 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 لما وصلت احنا للسجن. انا خروط وانت تقريح. اهلا اهلا بجابر. اهلا حي الله خالتي غصون. اهلا وسهلا. حالك؟ الله خالتي غصون ما نتصلح الشاهي والقهوه، ما في وحيده بالبيت كلها تصلح مثله. الله الله حشاق ما صلحتش الا لابوك. كذا يا خالتي يا خاله غصون كمان ما خرجتوا لي الحق سعيد اللي انا. انت داري البيت منور والمزرعه منور بوجود احسن جابر. بمن؟ بوجود مين؟ ابنك مكان ابنك وحق سعيد مو حصل. غصون بوجودك يا سعيد بوجودك. ايوه 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 استغفر الله العظيم. أي مسكين الحق سعيد ونعم له. ها جابر هلا. حي الله الوالد حي الله الوالد. الله الله انا اشوف الشاهي هذا اقول ما هو الشاهي ولا باي بوفيه الا عند خالتي غصون، ولا لا اخواني؟ ايوه الله كم احب الشاهي حق خالتي غصون، ما لي ما اقول لك انا. الله يحفظك يا خاله غصون. يسلموا والديات يا غصون. الله يسلمك وحق سعيد. اهلا وسهلا. الله بالجلسه هذه يا غصون نشتي نسمع كذا قد انا مشوق على صوتك. طيب اختار انت وانا شغلني لك. هي ما تشتي بالقهوه ذا مليح والحالي وفي كل قوش وقع مطار. يلا الاغنيه الحلوه هذيك اللي كنت تغني لي هي بعد العروس. ها يا منيتي. ايوه طيب ولا يهمك وسعيد يا ترمسسو قنبنا. صعب جابر صعب عليك. يا منيتي يا سلا خاطري وانا احبك. يا سلام ليش القفا ليش تهجرني وانا وانا احبك 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 يا سعيد. الله شرب شرب شاهي. ها اين الشاهي؟ والله ما لي. مع اخي. اين الشاهي؟ مع اخي. اين الشاهي؟ مع جابر. مكانك تخرب. بقيت لك بقوم. Yeah! 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 Ye
مسلسل شاف كل حاجة جرحي وجرحك أو كيف بتعقل من غير ما تضحك سمومة دادي المواجيع